اسمع يا شيخ سند، مش حمود اللي يضحك عليه زي ما انت جالس تضحك على الشيخ. اقول وش اللي بدر مني يا حمود؟ كثير كثير يا شيخ سند. انا خايف اقول لك عليه يصير لك شيء. خايف علي؟ من ايش؟ من الشيخ. من الشيخ اذا عرف سوالفك انت وباللهاف. ها؟ اي باللهاف اللي لهفت انت وياه شقق الوقف وارض ابو صهيب. ارجوك يا شيخ حمود استر علي وانا بعطيك اللي يرضيك ووسع صدرك، بس الشيخ لا يدري عن شيء والستر زين. اللي يجيب الحراميه امثالك انت ابو صهيب مقبول. يا ابو حامد والله انك تستاهل، ابى اعطيك 5 مليون والستر زين. وش قلت؟ لا لا اقولها اكثر، 5 مليون يا ابو حامد، 5 مليون وفوقها 5 مليون وتصير 10 مليون والستر زين. انا حمود يا شيخ سند، لا 10 ولا 5 مليون تكفيني. ها حسن كم تبي يعني؟ شيخ سند انا ماني فاضي لك الحين، في الليل تمرني ونتفاهم، ان اتفقنا بها وخير. طيب لا سمح الله، يعني لا سمح الله ما اتفقنا يعني وش اللي بيصير؟ واذا ما اتفقنا بمد لساني طولك يا شيخ سند، لن يوصل للشيخ واقول له على كل شيء، وانت عارف ايش بيصير لك. زين زين خلاص ابجي، بس على شرط. انا حمود ما تشترط علي يا شيخ سند، يلا روح بعدين نتفاهم ان شاء الله. بس ترى الستر زين. وش فيك يا ابو البراء؟ اشوفك شارد بفكرك ما كانك معنا. الخوف يا ابو صهيب الخوف. وش انت خايف من؟ خايف ان الشيخ يدري اني توسطت ببيعه ارضك وعرضتها على غيره قبل ما اعرضها عليه، وش بيسوي فيني؟ اي لا تطمن يا شيخ سند، اول شيء ما راح اقول للشيخ انك توسطت اصلا في البر. ثانيا انا لو كان لي غرض ابيعها له ما كنت رددت، ولعلمك ترى الشيخ حاط عينه على الارض من سنين طويله وانا نفسي اللي رفضت ابيعها له. والله اخاف يا ابو صهيب، انت وسطتني وانت خايف مثلي. عقب مشكلة بنتك مشاعل الله يحفظها. ما هو الشيخ ابو صهيب اللي يخاف يا شيخ سند. طيب اجل ليش ما بعتها عليه؟ هذه سالفة طويلة ما لازم تعرف. على راحتك طالبك على راحتك. المهم يا ابو صهيب تكفى، الشيخ لا يدري عن شيء. عيب عليك يا شيخ سند، انا عمري قلت لك كلمة وما وفيت فيها وانا الشيخ ابو صهيب. طال عمرك الشيخ بلغنا انه ما هو بجالس، بيروح قصره الثاني، يقول لو تبيه بشيء ضروري قابله عند الشيخ مشاعل. زين زين بتجي معي ولا بتسري؟ لا لا انا عندي مشوار ضروري اروح وبعدين ابسري للبيت. توكل على الله. كم على الله. حياك الله حياك الله. الحمد لله ضمنت لسانك يا ابو صهيب، لكن باقي انت يا حمود الله يعيني عليك. الشيخة هاي موجودة؟ موجودة. شو يبغى سند الحين؟ الو؟ هاي شيخ سند. مشغول مشغول 5 مرات دق علي، عندي شغل. يلا مع السلامة. وين الشيخة؟ تفضل. الشيخ حمود هلا، اسفرت ونورت، تفضل طال عمرك. كيف الحال؟ شلونك؟ عساك بخير؟ الحمد لله تمام الله يسلمك. الله يسلمك، شو اخبار الاهل بالبحرين؟ ان شاء الله بخير؟ والله كلهم بخير ويسلمون عليك، شو اخبار الشيخ حمودي والياهل الصغير؟ لا مبسوطين يسلمون عليك. الحمد لله، تفضل طال عمرك، الشيخة هيفا الحين جاية. تسلمين. يا هلا ومرحبا، تو منور البيت. هلا ايش اخبارك شيخ؟ الله يسلمك. يسلمك. سعاد واللي يسلمك روحي جهزي الاكل بسرعه، وعلى فكره حضري لنا سوشي، الشيخ حمود يموت على السوشي. ان شاء الله طال عمرك. اقول طال عمرك، انا والله ما بيعشى جاي عشان نخلص موضوعنا ونمشي. انت استريح في الاول
وبعدين لنا كلام ثاني. طمنيني، ان شاء الله محلات السنتر كلها تأجرت. لا الحمد لله بشرك، بخصوص السنتر المحلات كلها تأجرت، لكن بقى عندي الكافيه. والله كم عقد جايني من كم شركة، بس إلى الآن ما شفت الموضوع. لا 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 لا، عندي لك فكرة المحل الكافيه. ليش لا، أفكر في الموضوع، بس لو سمحت طال عمرك ودي أرفع التكليف شوي وبسألك سؤال خاص. اسألي طال عمرك. وش صاير بينك وبين موضي؟ لا تزعل مني، بس بصراحة الظاهر موضي ما تستهلك. ما علينا، خلينا في الموضوع اللي طلبتيني عشانه. طيب على هواك طال عمرك. إلا صحيح، أنت ليه رفضت تاخذ الشيك مني؟ هيفا، أنا ما خدمتك عشان مادة، مشروعك تعرض لمؤامرة، وأنا خدمتك لأنك بنت إنسان عزيز وأنت عزيزة عليك. تسلم يا حمود، بصراحة فكرت يكون المبلغ قليل وزعلت. أنا فعلا زعلت منك لما ظنيت أني خدمتك عشان مقابل. طال عمرك كذا كلامك يخليني أتشجع وأتكلم معك بصراحة، وهذا اللي أتمناه. زي ما أنت عارف أنا إنسانة وحيدة والوالد مشغول، أحتاج يكون أحد جنبي واستشيره في أمور شغلي. من هالناحية اطمني، في أي وقت تحتاجيني أنا حاضر، بس على شرط. وإيش الشرط؟ بدون مقابل. يا عثمان، أنا خايفة عليك من طريفك. لا تخافين يا حبيبتي، طريفك مهما كان عنده من فلوس ما يقدر يستغني عني. طريفك يعتبرني أنا العقل المدبر لكل مشاريعه، ولا تنسي أني أنا شريكة حبيبتي. ودي أصدق كلامك وأقتنع فيه، بس ما أدري، حاسة بشيء مو مريحني منه. تدرين أن طريفك ماخذ أرض كبيرة علشان بيقيم عليها مدينة راقية؟ وأوكل تصميم هذا المشروع لي أنا. بس هذا ما يكفي. أرض السنتر اللي بشمال الرياض هم طلب مني أن أنا أسوي تصميم حقها وأحولها لأبراج. وهذا بعد ما يكفي. والله ما أدري يا مريم، شو اللي خليك تقتنعين أنت كل هالكلام هذا وبعدك خايفة؟ يثبت مصداقيته معك ويسوي كل اللي طلبته منه. يا حبيبتي، اللي بيني وبين طريفك اتفاق عمل، لا تدخلين العواطف فيه. يعني انت يرضيك تنشغلون مشاريعكم وانا بالي مشغول في ابوي؟ لا ما يرضيني، بس اطلب منك انك تنسى اللي فات، وترى بوجودك بحياتي طعم الحياة عندي تغير. والله ما خليت لي شيء اقوله، كل الكلام الحلو قلته. الله، هي الدنيا لما تحب انسان ما تبخل عليه. والكلام الحلو ما ينقال إلا للحلو. مريم، يا ترى أنت حاسة بالسعادة اللي أنا حاس فيها الحين ولا لا؟ أغلى هدية تلقيتها بحياتي من أغلى الناس، الوالد الله يفك سجنه. هديها لك يا أغلى إنسان. الله لا يحرمني منك يا بعد عمري، وتأكدي وفاء للوالد بهالهدية هذه، ما راح يهدى لي بال لما أشوفه برا السجن. يلا حبيبي قوم. تعال سوينها. بوجودي معك بحياتك ما راح تحتاج العصا، انا عساك اللي ما تعساك. وتراي كلفت ابو ياسر يشتري هديتك انت وعبد اللطيف. ما تقصر الله يحييك، هديتي وجودك عندي في القصر. الله يوفقك يا بنيتي، وترى قصر حطين جاهز إذا تبين تسكنين فيه. ما بلا سلامتك، أنا اتفقت مع عبد اللطيف أسكن في قصري. تصبحين على خير يا بنيتي. أتلاقي الخير طال عمرك. أنا قلت كل اللي عندي، قل وش عندك. اللي عندي يا شيخ حمود بارك الله فيك، الأرض اللي بعتها
حقت ابو صهيب اللي بعناها على طريفك. عمولتها بقسمها بيني وبينك بالنص، وش قلت؟ بس كذا انت ظالمني. اوف والله العظيم يا ابو حامد اني بعطيك النص وسال باللهاف. باللهاف باللهاف، لهفت انت وياه ارض الابراج، بايعين 40 شقه على المخطط من الحين يا زلت. ها؟ خلاص اجل يا شيخ حمود، انا بعطيك 20 مليون وتسكر على الموضوع. ها وش قلت؟ شوف يا شيخ سند، انا بسكت على السمسره وعلى الاراضي اللي تلهفها من ورا الشيخ، وبسكت عن فلوس الفقراء اللي سرقتها انت وطريفك، بس بشرط. امر انت الحين تحمق، الحين حطيت السكينه على رقبتي، امرني امر. عندي واحده مزيونه وابي ازوجها من واحد نهامور. طيب نعرضها على الشيخ مثل ما زوجت نوه بنت مبارك. عرضها على الشيخ ونزوجها ابشر. لا 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 الشيخ لا، براسي هامور ثاني وانت عارفه يا سند. عندك تفسير منطقي ومقبول للي صار؟ أنا طال عمرك زيك اتفاجأت وما عندي أي فكرة. وانت ايش كان دورك؟ أنت قلت لي قبل كم يوم المنتجع انتهى أمره وراح، انتهى خلاص. ما هو طال عمرك هذا اللي رتبت له، لكن نائب مدير البنك للأسف اتصرف بحسن نية وحسب النظام. وانا ايش يفيدني هالكلام؟ طرافك اللي ما يفهم شيء قدر يخترق دائرة عملك للمرة الثانية. تقدر تعطيني تفسير؟ ماني فاهم قصدك طال عمرك. المرة الأولى سرق المليار دولار وهو تحت إدارتك، المرة الثانية خسرت المنتجع. يا ريت طال عمرك لو تعطيني فرصة وأنا أشوف حل. اللي صار عرفناه وما تقدر تسوي شيء، واللي بيصير هو اللي لازم تعرفه. وإيش اللي لازم أعرفه طال عمرك؟ بعد زواج بنتك من فهد بعلمك، خذ الطيارة الكبيرة وجيب كل أهلك من جدة يحضرون العرس. حاضر طال عمرك. والله العظيم إنك حيرتني يا أبو حامد، أنا لي 10 سنوات وأنا أدور حرمة ترضى بطريفك ما لقيت. أصبعي طبع في صورته من كثر ما وريهم صورته. لا هذه أنا ضامنها. ها متأكد أني أعرفها؟ جوانا نسيتها ونسيت أيام بيروت. أوه جوانا حرمة الشيخ اللي لابسة أخضر اللي رقصت معك في المرقص. في المرقص ما شاء الله يا شيخ سند ذاكرتك قوية، ما تتذكر في ذيك الليلة طلقت واحدة من حريمك بالجوال عشان اللبنانية اللي كانت جالسة جنبها؟ طيب وكيف أقنع طريفك يروح لها بيروت؟ وليش يروح لها بيروت؟ هي اللي تجي هنا. هي اللي تجي لها؟ الله الظاهر أنت يا أبو حامد الشراب اللي تجربه مغشوش. جوانا وش جابها في ذا يعني؟ وش جابها؟ تراهني على الملايين اللي باقي معك من أرض أبو صهيب أجيب لك جوانا هنا يا شيخ سند؟ لا بارك الله في الخبر ولا في شاربها. ايه موافق. هلا هلا اظهر ويبان عليك الامان. اظهر تفضلوا هنا هنا. كيفك شيخ سند؟ اي والله جوانا. يا عسل من اللي ذاقك يا عسل، آه منك يا عسل يا عسل. ونايمة بملابسك بعد يا بنت؟ وش صار لك من دخلت القصر وانت تغنين وتضحكين؟ العالم كلهم سمعوت. طز فيهم، طز في العالم كلهم اللي سمعوني. يمه انا الشيخه موضي بنت الشيخ ابو عبد اللطيف، وهذا قصر ابوي يعني اسوي فيه اللي ابي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وين كنت علميني؟ كنت معزومة على العشاء مع مشاعل ومنيرة. وش فيها؟
زين ما تبين تشوفين ولد قبل ترقدين؟ اوه يما ما بي تعبانه وابي انام، راسي يعورني. جود نايت. يا رب البنت انهبلت. حسبي الله ونعم الوكيل على عنادس وراس اليابس. اف هذه زوجة الشيخ وش جابها عندك؟ حتى لو طلقها، لو دار الشيخ الله يستر. راح قل له خله يذبحك ان شاء الله. هذه العروس موافقه على طريفك، انت وش عليك انت؟ اقول يا شيخ حمود، ما تشوف انها ظلم لها؟ يا شيخ سند، انا العروس وانا موافقه اتزوج طريفك. طيب ما دام انك موافقه خلاص خلوا طريفك علي. هني اشوف انك خساره، والله خساره. يا شيخ سند، من بكره اعرض عليه الموضوع مثل ما اتفقنا بالحلال. تراني مستعجله، ولو يكون الزواج باشر ما عندي مشكله. وش مستعجله عليه؟ طريفك، اعطي نفسك فرصه، فكري، شاوري نفسك، استخيري، ويمكن ما يعجبك، وانا متاكد انه مهم يعجبك. لا راح يعجبني، انا عارفته، الاسمراني اللي كان يشتغل مع الشيخ. والله انك خساره فيه. ما قلت لي يا عبد اللطيف، وش اللي حاصل بين اختك موضي وحمود؟ كل خير، خلاف عادي بين اي زوجين. هالكلام ما هو صحيح. البنات بالمركز لاحظوا عليها تصرفات ما هي طبيعيه. وش قصدك ما هي طبيعيه؟ حاله شرود وتفكير طول الوقت، ولا هي داريه باللي حاصل حوالينا. اقول اكيد اللي انت مو داريش اللي قاعد يدور حولك. لا تكابر يا عبد اللطيف، الموضوع مو موضوع مشاكل عاديه بين الازواج. إذا أنت عارفة شيء قوليه وريحيني من الأسئلة. وليش ما تقول اللي ما أنت راضي تقوله؟ الشيخ طلب مني إني ما تدخل بشؤونه الخاصة ومالي شغل بمشاكلها. وأبوك ليش ما حل مشاكلها مع حمود؟ ما هي بنته ويخاف عليها؟ الشيخ ما عنده وقت للمشاكل العادية، يكفيه مرض الجوهرة ومشكلة طريفك. ولا يكون لي طلبته من مشاكل عادية. انسي يا منيرة، كلمت الشيخ ورفض. يعني أنا كل ما أطلب شيء يرفضه الشيخ؟ بيني وبيني عداوة؟ لو مشاعل هي اللي طالبة ما رد لها طلب. مشاعل زوجته وما لنا شغل فيهم. اسمع يا عبد اللطيف، اللي طلبته هذا أقل ثمن أسكت فيه على زواجك، وإذا ما نفذت لي تراني بسافر عند يارا وسعد. هذا الشيء يرجع لك وأنت اللي تقررينه. طيب يا عبد اللطيف، هالكلام ما هو كلامك، لكني أعرف كيف أرد عليه. الحمد لله. عساه بالعافية. الله يعافيكي. مخطي اللي يقول الفول فطور الفقير يا مشاعي. إلا على طار الفقير طال عمرك. أي. الوالد ما شاء الله متشبع بأفكارك وحريص إنه يقتدي بطريقة تعاملك. إيه أبوكي. وش تقصدين؟ الله يسلمك، من سنين والوالد ماشي على عادة خير وما بطلها، يقول إنه درس اتعلمه من مدرستك. وش كان يسوي؟ طال عمرك فاتح مجلسة للمحتاجين ويعطيهم اللي الله يقدره عليه. كريم، ولد كريم، عسى الله يعينه على الخير. وانا يا مشاعل ما جبت شيء من عندي علشان أكون مدرسة. لا طال عمرك، أنت الخير والبركة والكل يشهد لك، والدليل أعمال الخير اللي سويتها للجوهرة بالملايين، عسى الله يغنيك من فضله. ما شاء الله، بعد هالفطور الحلو والدعوة الكريمة أبا أخصص 5 ملايين ريال سنويا صدقة باسمك. ما تقصر طال عمرك، تبيني أوزعها بالقصر سوات أبوي؟ لا انت اعطيها لابوكي من غير ما يعرف انها مني، وخليه يوزعها بمعرفته على الفقراء.
الله لا يحرمني منك يا بعد عمري، ولا يحرم الفقراء من خيرك يا رب. مواقف الشيخ كل يوم تزيدني قلق، والسبب طريفك. طريفك اللي جالس بأفعاله يقلل من مكانتي عند الشيخ، وهذا شيء ما يبشر بخير. طريفك إنسان بسيط، والفرق بينك وبينك كبير. حاولي تدلعي، كوني مرنة معاه. جوانا عارفة ومصلحتي هي اللي تجبرني إنه أنا أتزوجه، وراح أقبل أي شيء منه هو يسوي. بس يكون في بالك مصلحتك ما تكون على حساب مصالحي، ترى زي ما زوجتك أقدر ألغي الموضوع كله. وتهون عليك جوانا يا حمود؟ طبعا تهوني علي إذا هانت عليك مصالحي يا حياتي. بس إحنا اتفقنا إنه مصالحنا سوى. صح إحنا اتفقنا، بس يكون في بالك لازم تثبتي لطريفك كراهيتك للشيخ، وحسسي إن عندك علاقات وإنك تعرفين مصالح مستقبلية له. عارفة لا تشيل هم، راح أخليه من أول ليلة ما يخطي خطوة إذا ما يستشيرني بها. حلو، هذا المطلوب، والنتائج بتكشفها الأيام يا حلوة. أنا جوانا يا حمود، وهذا تخصصي، أنت راح تشوف إيش راح أسوي أنا. زوجتي تراها خريجة أمريكا قسم تسويق، يعني ما شاء الله عليها، لا تخاف عليها ذيبة. على أي حال أنت مهندس وفي نفس الوقت شريك، اللي تشوفه مبارك سوه وتوكل على الله. المهم خلنا نشوف شغلنا. بس لا أحب أبشرك، التصاميم اللي كلمتك عنها تراها وصلت من ألمانيا. جميل جميل يا عثمان يا أخوي، أنا أبي الطريفقية هذه نموذج عالمي، أبي أتحدى فيه كل المستثمرين. بس في سؤال محيرني يا أبو عوض، طرق تمويل المشروع من وين بيكون؟ مفروض هالسؤال ما تسأله يا عثمان يا أخوي، وأنت عارف وش اللي صار لأبو عبد الوهاب. البنوك هذه مصدر خطر لكل المستثمرين، إذا ما تسدد في الوقت المناسب كان والأخضر واليابس عليك. يعني أفهم من كلامك أن طرق التمويل راح يكون عن طريق جذب المساهمين مثلا؟ والله ما دام تشيد بخبرة مريم في التسويق، بعد ما تنتهي التصاميم ونعتمدها نسوي حملة إعلانية وبعدين نبدأ التسويق. طيب إيش رأيك أبو عوض لو دخلنا بعض المستثمرين الكبار كشركاء مؤسسين معنا؟ أنت تعرف رأيي، أنا مستعد أتعاون مع الجن الأزرق، إلا أحد يجيني عن طريق أبو عبد اللطيف لا. يا زينب بلغي البندري ساعة وانا عندك ان شاء الله. اوكي صورت لك الاوراق طال عمرك. طيب حط الاصول في ملف، ها، والصور في الملف الثاني. سم طال عمرك. وما اعرف شنو السبب يا ابو وائل اللي خلاه ينقل العرس من جدة للرياض. حاولت ابو سعد، المشكلة كان متضايق ما اعطاني فرصة اتناقش معه. متضايق؟ شي اللي يخليه مضايق ليش؟ حقول لك يا ابو سعد، بس الكلام بيني وبينك. ايش فيه يا ابو وائل؟ هذا طريفك استغل غيابي وسوى حركه في البنك زعلت الشيخ. لا تقول لي سرق الشركه غير اللي سرقها من قبل. لا 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 لا، الموضوع منتجع ابو عبد الوهاب اللي مرهون للبنك مقابل مبلغ المفروض يسدده ولا يتصادر عليه. وش دخل طريفك في ابو عبد الوهاب؟ هذا اللي مجنني ومجنن الشيخ، كيف فك الرهن ودفع المبلغ. والشيخ وش يهمه اصلا؟ الشيخ باقي له فلوس عند ابو عبد الوهاب، كنا مخططين ان ناخذ المنتجع ونسدد البنك. يعني تحدانا طريفك وطلع اشطر منا. المهم ما عليه، خلي طريفك بعدين، الليله بجتمع مع الشيخ هو بشوف شو نسوي. بس انت قل لي، عسى وصلت العائله من جده؟ ما قصر الشيخ، رسل طيارته الخاصة عشان يجيبهم من جدة اليوم، وأنا بكلم فهد يرتب لكم السكن. لا لا لا، يطول لي عمرك، أنا حدبر كل شيء. لا لا لا، أنتوا ضيوفنا وسكنهم كلهم على حساب الشركة.
الله يبارك فيك. أقبالك أبو سعد. تسلم تسلم يا فهد. من عند عمي حمد؟ عند أبو وائل. ممكن تجلس الآن وتستريح، تشرب لك فنجان قهوة قبل ما يخلصون. لا لا لا، أنا مستعجل، عندي مشوار مهم وضروري إلى قصر طويل العمر. اسمع، هذا ملف في مستندات مهمة من الشيخ، أعطيها للوالد وأنا متى ما جيت بتناقش معه. أبشر. يلا أبشر. مع السلامة. إيمان الله حياك الله. طال عمرك بلغونا من قصر أبو عبد اللطيف أن زواج فهد بن حمد الليلة. عندي خبر، الوالد علمني. انزين، تحبين تختارين هدية معينة ولا كالعادة؟ كيف راح عن بالي موضوع الهدية؟ اسمعي، كلمي بسكال وقولي لها ان الشيخة هيفا تبغى زي خاتم الألماس اللي خذيته من اسبوع. سم طال عمرك. وبالمرة مري المحاسب يكتب لك تشيك ب 120 ألف ريال قيمة الخاتم. سم طال عمرك. انزين، مجموعة بلاك كافيه حابين يستثمرون الكافيه اللي بالسنتر وعارضين عليه مبلغ خيالي جدا. أجلي الرد، خليني أشوف حمود بالأول. حمود عنده وجهة نظر في الموضوع، خليني أعرفها. حاضر. إلا ما قلتي لي إيش أخبار زواج البندري من عبد اللطيف؟ والله ما أدري طال عمرك، سمعت إن زواج مختصر. بنت طويل العمر وزواجها مختصر؟ والله ما أدري طال عمرك. عادي، يمكن تكون لأنها تزوجت مرتين وسويت كل اللي في خاطرها. كل شيء جايز عن ابنك. وليش ترفضين يا مريم؟ ليش؟ هذه فرصتك. أنت عارف يا عثمان، أنا ما جيت هني علشان أشتغل موظفة. أنا بنت عز وعندي رأس مال أقدر أفتح فيه أي مشروع. بس أنا محتاج لك يا مريم، محتاج لك، وعرض عليك بالعمل ما هو تقليل في شانك أبداً. إذا بتوعدني إن هذا العمل مؤقت لين نرتب أمورنا، أنا ما عندي مانع. أوعدك، أهم شيء تكوني مبسوطة ومستانسة يا مريم. دام هذه رغبتك أنا موافقة. بس إيش صار هالبيت الجديد؟ أنت ما مليت من الفنادق؟ مليت، مو بعض الناس هم اللي كانوا رافضين يسكنون معي بحي النخيل في البيت القديم، ولا نسيتوا؟ أنا قلت لك ما أسكن في بيت كان لك فيه ماضي مع الجوهرة والمغربية فاطمة. إن نشكل لجنة من المركز تدرس الحالات المستفيدة من الشقق المجانية. هذه هي الأصول، المفروض ما يستفيد من الشقق إلا الأيتام والأرامل والمطلقات. أنا تكلمت مع الشيخ موضي بهالموضوع، صح يا شيخ موضي؟ أي صح، سمعت من الوالد إن الحي سكانه فقراء، ولا تنسون تحطوني عضوة باللجنة. وليش لا؟ أصلاً أنت أكثر واحدة فينا متفرغة، لا عندس عيال ولا عندس مشاغل يا مشاعر. حتى أنا بعد زواج عبد اللطيف راح أكون متفرغة طول الوقت وأكون معك يا مشاعر. وسمية وفاطمة بيسوون بحث ميداني وبيشوفون المستفيدين والمستفيدات من المشروع. زين يلا يا بنات، ترى وراكم عرس. سمية وفاطمة بلغوا البنات كلهم اللي في المركز لا تأخروا. زين؟ اليوم اللي علشان اثبت لك معزتك وقدرك عندي. اي والله يا ابو، اي والله يا شيخ سند، لا تلف ولا تدور، حنا عيال قريه وكل يعرف خيه، وحنا نعرف بعض من زمان وكل يعرف الثاني. قل لي وش تبي يا ابو عوض. انا جاي اليوم وجايب لك الخير. انا ما ابي من وراك خير، إن كانك تبي شيء غير الشرهة ما عندي، أنا بعطيك الشرهة بس علشان خاطر ابن لهاف.
أقول لك يا أبو عوض، أنا جايب لك الخير اللي كنت تتمناه من سنين، الخير اللي أفضل من باللهاف وأفضل من أي شيء تفكر فيها الحين. اتركني بابن باللهاف واتركني من لفك ودورانك، وش تبي أنت الحين؟ تعرف يا طريفك وش أكثر شيء يكره الشيخ؟ حسب ظني وحسب ما أشوفه في عيونك ما عنده أكره مني. أي هذا صحيح، وفي الحقيقة هو ما يطيق سيرتك. داري، وهذا مو بشيء جديد، لكن وش اللي يكره الشيخ غيري؟ لما يا طريفك تتزوج وحدة كانت زوجته من قبل. في هذه معاك حق، ومستعد يدفع اللي وراه وقدامه، خاصة إذا كانت داخله مزاجه. يا أبو عوض، أنا عارف إنك تتحدى الشيخ والشيخ يتحداك، وأنا يا أبو عوض بعطيك السكين اللي تنغز الشيخ فيها. برغم إنك ذنب من أذنابه، لكن عندي إحساس إنك ناوي تبيعه. وش الموضوع؟ والله يا أبو عوض، أبا زوجك واحدة من طليقاته. الحقيقة فاجأتيني ببساطتك وتواضعك وخفة دمك. شكرا يا عبد اللطيف، هذا من ذوقك، تفضل استريح. شكرا شكرا. بالغاء فرحتي فيك. والله يا عبد اللطيف ما كان قصدي، حتى طويل العمر هذا رايه. واذا كان طويل العمر رايه من رايه، فنخلي حفله زواجنا اسطوريه. يا عبد اللطيف، لازم تعرف ان كلمتي هي الاساس. مين سلمك هالقرارات هذه؟ عبد اللطيف طال عمرك. ورا عبد اللطيف ما يدخل ويجي من بنفسه. حسب قراراتك طال عمرك إن ما أحد يدخل المكتب إذا كان عندك أحد، والعم أبو وائل كان موجود في المكتب. أقول ترى يا شين كلمة أبو وائل بعدك. وش فيها يبا؟ أبو زوجتي. زوجتي، المهم البنت عاجبتك؟ بالحيل عاجبتني يبا. أنا أبوها ما يعجبني. المهم إذا سألك عبد اللطيف قل له القرارات سلمتها الوالد. تراني قريتها طال عمرك، وشايف إن الشيخ كلامه واقعي، خصوصا فيما يتعلق بالقسم النسائي. أنا خايف تكون تسرعت بإغلاقه طال عمرك. أخوي سعد كبر وخرف، والجوهرة الله يشفيها فتحت هالقسم النسائي اللي كلف ملايين، وهذه المواضيع أنا ما تمشي معي. يعني معزم طال عمرك ما تنفذ هالقرارات؟ المهم مثل ما وصيتك، اللي يسألك عنها قول سلمت الوالد، وقرار الدكتورة هذه المستشارة إذا جات قل لها تداوم في القناة لين أتفاهم مع الشيخ في موضوعها. طال عمرك بالملف في خطاب من إحدى الموظفات عندنا بالقسم النسائي. ايش تبي القسم النسائي؟ اما احنا قفلنا بقسم النسائي وخلصنا منه؟ رافع تظلم طال عمرك. ما عليك منها، بلغوها ان تظلمها مرفوض، خلص ما عندنا وظائف نسائيه. بس طال عمرك، خل عنك الشيء اللي ما يعنيك، وكلف واحد يجلس مكانك ورح. ناس انك معرس، روح جهز نفسك. راح سم طال عمرك. متاكد انك قايل لها طريفك ووافقت؟ يمكن تقصد واحد ثاني. يا ابو حوض، تقول الشاب الاسمر الحليوه بدي اياه. انت الشاب الاسمر الحليوه، البنت ما يتم فيك يا شيخ، ارحمها. بيني وبينك انا مستخسرها في الشيخ، طول وجمال وخفه دم، بس انا ماني مصدقك. لا صدق يا طريفك، بس وش تتوقع الشيخ بيسوي اذا درى انك عرست عليها؟ بيذبحك. افا يا طريفك، الحين أخدمك وتفضحني؟ أنا ماني فاضحك، بس وش اللي يخلي واحدة مثلها توافق علي؟ والله يا طريفك هي حاقدة على الشيخ، ما أدري وش مسوي لها. أنا عارف السالفة، هي ما قالت لك؟ والله يا طريفك أنا اللي فهمتها أنها زعلانة من الشيخ، توسطت له في كم مشروع وعاين من وراه خير، ولا أعطاها الكمسيون حقها. إيه عرفت عرفت.
لكن وشلون التم الشامي على المغربي؟ هي في بيروت وانت في الرياض. ايه يا طريفك، هي كان لها علاقة مع طليقتي اللبنانية اللي في لبنان، وكانت تقول اتصلي على الشيخ سند وخليه يشوف لي عريس. حتى سبحان الله تصدق امس جت عمره. عمره؟ جوانا تاخذ عمره؟ ايه، حتى انا مستغرب زيك يا طريفك. هي ترى اسمها الحقيقي اسماء، جوانا اسم الدلع. ها وش قلت يا طريفك؟ بيني وبينك معوض ما عاد فيها فيها، خلاص توكلنا على الله. متى قابلها؟ والله يا ابو عوض موجوده في الفندق، ابى اكلمها وارتب معها عشان تقابلها. يا سلطانة نفذ اللي قلت لك عليه، ترى لو انكشفتي ولا صار لك شيء ما لي علاقة ما راح أرحمك. بس هذه زودتها كل شوي تطلب فنجان قهوة. المهم من اللي عندك الحين؟ الشيخة هيلة ومشاعر ومنيرة. انتبهي بس لا تشربين الشيخة هيلة قهوة من اللي تشربها موضي، تودينا في داهية. يا سلطانة جيبي لي قهوة. سمعت؟ كل شوي تطلب فنجان قهوة، هذا الفنجان الرابع في ساعة. المهم يا سلطانة انتبهي، بعد العرس نتقابل في الشقة زين؟ طيب مع السلامة. لازم تعرف يا عبد اللطيف اني ما حرصت افهمك هالامور الا علشان الوضع اللي انتو فيه. والحقيقة انا ما كان ودي افتح معاك الموضوع، لكن انت فتحت السيرة. لا تقول شيء، عارفة وش تبي تقول، لكن انت عارف ان طويل العمر والشيخ اتفقوا على كلمة، وانت عارف ان كلمتهم نافذة علي وعليك. الحقيقة كان ودي انك تعيشي احلى ليلة وبالشكل اللي يليق لك. قدام اللي صاير يا عبد اللطيف لازم الكل منا يضحي، وانا بصراحة ما اعتقد اني بسوي شيء غير اللي يتوافق مع هالظرف. اوعدك ان شاء الله بحفلة يتكلموا فيها كل الناس. اذا الله شفاها ان شاء الله انا اللي بقوم بالواجب وما راح انتظر من احد. هذا من طيب اصلك. مشكور يا يمين. عبد اللطيف ولد الشيوخ وعارف يقدر، مو مثل اللي قبله. انا بنت وحيده واريد رجال يكون جنبي. وانا جنبك، واللي يقرب لك ابى قص راسه. السوق اخضر والارباح جايه والبساط وردي. اسمح لي يا ابو وائل اقول لك ان انت مجنون، واخوي سعد اجل منك. حتى اذا حمود طلقني انا ما بيتزوج، واذا هو بيتزوج بكيف. مين اللي دعا الشخص ده؟ الشخص هذا له اسم، اسم المهندس عثمان. انا عارف انك جبان. والله من خاف سلف. يا ابو البراء الثقه تثبتها بسكوتك عشان الامن يستتب. ضحكت عليك مثل ما بتضحك جوانا على طريفي. مبروك يا حياتي. الله يبارك فيك. ان ما ذليتك يا حمود ما اكون انا ابو سعد. يعني افهم من كده طال عمرك انت بتحملني مسؤولية السرقة كاملة؟ اذا ما رجع المبلغ من طريفك قدامك امرين.